اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائيه والري، والسيد السيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الاراضي، واللواء امير سيد احمد مستشار رئيس الجمهوريه للتخطيط العمراني، واللواء اركان حرب وليد ابو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه للقوات المسلحه. واللواء أركان حرب عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه صرح بان الاجتماع تناول متابعه مشروعات شركه تنميه الريف المصري الخاصه باستصلاح الاراضي وقد تم استعراض الموقف التنفيذي الحالي لمشروع زراعه مليون ونصف المليون فدان على مستوى الجمهوريه في نطاق شركه تنميه الريف المصري بما في ذلك مكونه البنيه التحتيه من شبكات الطرق والكهرباء والاتصالات ومقاننات مياه الري وذلك المواقع الجغرافية المختلفة للمشروع على مستوى الجمهورية خاصة مناطق المنيا ومنفلوط وتشكا والمغرة وسيوا والفرفرة والطور كما تم عرض الجهود المبذوله على مدار الفتره السابقه لتطوير شركه تنميه الريف المصري وتعظيم الاستفاده منها خاصه تطبيق قواعد الحوكمه والاداره الرشيده وانشاء قواعد بيانات دقيقه لمتابعه ورصد موقف الاراضي ووضع نظام اساسي لتكويد الاراضي التابعه للشركه وكذا اعداد الخطه التسويقيه الشامله لاراضي الشركه وقد وجه السيد الرئيس بقيام جميع جهات الاختصاص بالدراسه المدققه لاي تحديات راهنه قد تكون استجدت وتواجه المشروع خاصه ما يتعلق بامدادات مياه الري وجودتها ومكونات البنيه التحتيه لا سيما تلك المتعلقه بتمهيد الطرق واعمال التغذيه الكهربائيه وتطوير الابار فضلا عن النظر في توطين بعض الانشطه الاخرى الاضافيه بالاراضي التابعه للشركه وذلك بهدف تعظيم الاستفاده القصوى من انتاجيه المشروع